هل سألت نفسك شنو هو أكثر شيء براوسر نزلته بشكل سيء وتحول على أفضل شيء في داخل اللعبة؟ في هذا الفيديو راح نستعرض لكم أكثر من شيء أصبح من الأسوأ إلى الأفضل. نظام اللعب في سنة 2021 و22 كان نظام اللعب هو من أكثر الأشياء اللاعبين اللي كانوا يحبوه في هذا النظام، وهو نقدر نقول بعض الشيء يكرهون. يوجد أكثر من شيء سلبي، لكن أكثر شيء إيجابي حاليا إنه براوسر قبل كانت المطابقة جدا مناسبة للاعبين، يعني إذا كنت دخلت جيم شوداون ما راح يظهر لك أي لاعب سنايب أو يتحالف، يعني نسبة التحالف كانت جدا نادرة. أهم نقطة إيجابية أنك راح تتخلص من لاعبين السنايب، وإذا ما تعرف إذا اللاعبين هم عبارة عن أشخاص يعرفون بعض لكن راح يخلون نفس هاي الصور المتشابهة. إذا شفت نفس هاي الصور وكل اللاعبين عندهم بهذا الجيم فأنصحك أنك تموت نفسك لأن كلهم متحالفين. نظام هذول الفرق إنه أي شخص راح يكون نفس الإيموجي أو نفس الصورة ما راح يقدر يقتلون هذا الشخص، لأن كليتهم موجودين بسيرفر واحد ويعرفون بعض، لكن إذا شافك ما تخلي نفس الصورة أو الإيموجي فنهايتك واضحة. لكن الشيء السلبي إنه نظام المطابقة قبل كان من أكثر الأشياء المملة في اللعبة، بسبب انك راح تقعد تنتظر اكثر من 15 دقيقة او اقل لاجل انك تدخل جيم شودان واحد. يعني يجد اكثر من سبب يخلي هذا الشيء جدا سيء، منها انه نظام المطابقة قبل كان ما يخلي اي شخص يدخل الا بشكل عشوائي، يعني اذا دخلت انت وصديقك بنفس الوقت نسبة ظهورك جدا ضعيفة، لكن حاليا نسبة ظهورك انت وصديقك 100% نقدر نقول. يعني اذا تركز على النظام القديم راح تشوف انه نسبة السنايبات هم اقل من 1%، يعني قبل كانت نسبة السنايب فقط على المتعة انت واصدقائك او من هذا الكلام، لكن حاليا نسبة السنايبات جدا مبالغ بيها. يعني اذا نركز على قبل وقبل راح نشوف انه اثنيناتهم نفس النظام السيء، فلهذا يحتاجون تعديلات بشكل جدا كثير. متجر براول ستارز، المتجر قبل كان من اكثر الاشياء اللاعبين اللي يحبوه، بسبب انه بس راح تدخل راح تشوف هدايا مجانية امامك بشكل جدا كثير، وعروض جدا رهيبة، واشياء جدا مجانية واشياء جدا رهيبة انك تقدر تشتريها. الشيء الجيد انه كان يوجد جوائز يومية عبارة عن صندوق صغير موارد جدا ضعيفة، لكن صدقني هاي الموارد الضعيفة كانت تظهر لك ابطال اسطوريين مثل ليون وغيرهم من هذول الابطال، وانا حبي انظهر لي ليون. يعني حاليا اذا تركز على المتجر القديم راح تشوف انه عروضه وكل شيء بي ماكو اي شيء سلبي في هذا المتجر، يعني كل شيء رهيب حرفيا من ناحيه جوائز عروض وسكنات وكل شيء، يعني بس حاليا في الوقت الحالي الموضوع يختلف 180 درجه. المتجر حاليا يعتبر من اكثر الاشياء الفاشله في اللعبه، بسبب انه العروض حرفيا جدا قريبه، يعني تخيل انك راح تدفع 300 جوهره لاجل شويه ستار بوينت تقدر تحصلها من براول باس. مو فقط هذا الشيء، كذلك الجوائز اليوميه جدا غريبه، يعني تخيل انك راح تحصل على 15 جولد وعلى اكثر من 5 كريدت وشويه باور بوينت او من هذا الكلام، يعني تخيل انه هذني تقدر تشتري فقط حذاء البطل او من هذا الكلام. وكذلك الاشياء المجانيه الخاصه بالمتجر انحذفت، يعني تخيل ان الاشياء المجانيه صارت جدا قليله، اكثريه الاشياء المجانيه صارت من الاحداث الخاصه بالتعاونات. لكن اكثر شيء غريب شفته العروض الغبيه، يعني تخيل انك تدخل المتجر تشوف انه سعر السكن نفسه بالكتالوج لكن بالمتجر يقول لك انه هذا السعر صار 79 جوهره. وات، يعني نقدر نقول انه المتجر القديم افضل من الجديد. ستار بارك كانت منظمة جدا غريبة وبنفس الوقت جدا رهيبة، لكن في الوقت الحالي المهم الصناديق القديمة اذا نقارنها في الوقت الحديث راح نشوف انه الصناديق الجديدة هي افضل من الصناديق القديمة بمراحل جدا عالية. الصناديق القديمة عبارة انه راح تحصل على نقاط تطوير للابطال، وراح تحصل على جولد، وراح تحصل على ابطال جديدين، وايضا راح تحصل على ستار باور واجهزة. وإذا وصلت أحد أبطالك إلى ليفل 11 راح تحصل على ميزة جديدة بالصناديق هي العتاد، وجميعا نعرف كيف سوى هذا العتاد. الصناديق الجديدة راح تكون نفس الموارد الخاصة بالصناديق القديمة، لكن الأشياء الجديدة أنك راح تحصل على بلينج وعلى جواهر وراح تحصل على سكنات وإيموجيات، لكن ما راح تحصل على هايبر شارج، فهذا الشيء واضح. يعني هاي أول نقطة إيجابية للصناديق الجديدة، لكن الصناديق القديمة كانت تقدر تحصلها بشكل جدا بسيط من خلال البراول باس. بمعنى انه الطريقة القديمة لاجل تحصل على بعض الصناديق راح تكون من اكثر الاشياء السهلة، فقط تنجز بعض المهام وراح تحصل على صناديق من صندوق واحد، لكن في الوقت الحالي طريقة انك تحصل على صناديق جديدة جدا صعبة، لكن اذا تريد تحصل على الطريقة السهلة لازم تدفع شوية فلوس، ولكن اذا ما كان عندك فلوس راح تحصله بشكل مجاني، لازم تجمع من هاي العملة اكثر من 10 عملات على اقل شيء لاجل تحصل على صندوق واحد، يعني حرفيا مجهود جدا طويل، واهم شيء لازم تفوز، يعني شيء طبيعي، يعني تخيل انك راح تدفع فلوس لاجل ان تحصل على موارد جدا عالية، وكذلك السكنات اللي راح تحصلها جدا نادرة ومن جميع انواع السكنات، وايضا اشياء جدا نادرة، فالصناديق الجديدة راح تكون افضل من القديمة بمراحل جدا عالية، يعني نقدر نقول انه الصناديق الجديدة افضل. البراول باس انقسم على اكثر من طرفين، انه هو قديم كان افضل والناس يقولون ان الجديد كان افضل، فلهذا راح نشرح لكم التفاصيل بشكل اوضح. في اول بدايات البراول باس كانت نص الموارد الخاصة بالبراول باس مفقودة، يعني 50% من
من موارد البراول باس غير موجودة، يعني تخيل انك راح تدفع فلوس او جواهر لاجل تحصل على نص براول باس. لكن براول ساز عدلت عليها وخلت الجوائز بشكل طبيعية، لكن افضل شيء كان موجود بالبراول باس اكثر من ميزة. الميزة الاولى انه كانت من افضل الاشياء انك تقدر تشتري البراول باس من خلال الجواهر، يعني هذا افضل شيء كان اللاعبين يفضلوه لاجل حصلنا على ابطال جديدين وموارد جديدة ومن هذا الكلام. وافضل شيء انه كانت الموارد جدا مدمرة، ما اقصد من موارد البراول باس، اقصد من الصناديق راح تحصلهن. كل صندوق راح تفتحه راح تحصل على دبل الموارد اللي تحصلهن من البراول باس. لكن اكثر شيء اللاعبين يحبوه هو الباكج الخاص بالملصقات، يعني حرفيا راح يعيش لك اكثر من 24 ساعه لاجل يحصل على هذين الملصقات الثلاثه، يعني حرفيا كان من اكثر الاشياء اللي تحفزك انك تخلص البراول باس باسرع وقت ممكن. لكن بعد فتره براول ساز عدلت على نظام الكتالوج، هذا النظام تقدر تشتري منه اي شيء حرفيا، وبعد ما ضافوا هذا النظام راح الملصقات من هذا البراول باس، وحاليا بدلوه باكثر من شغله. اول شيء بدلوه بألفين جولد، وحاليا استقر على الستر دروب الاسطوري. وانت حسب بالك هاي انتهينا، حاب اقول لك انه براول ساز ضافت جوائز جديده ودمرت البراول باس بزياده، حذفت الصناديق حطت ارصده ومن هذا الكلام، وحذفوا الارصده ورجعوا الستر دروب. واهم شيء ما نسينا نهايه البراول باس كان عباره عن نقاط تطوير وارصده وجدا قليلات، يعني حرفيا كل شيء ما راح نستفاد من عدها، لكن عدلوا عليها وصارت الستر دروب. البراول باس الجديد راح تحصل على موارد اكثر من ناحيه الجولد ونقاط التطوير، واهم شيء راح تحصل على جواهر بشكل اكثر، وهذا الشيء راح يكون جدا رهيب. واهم شيء ما ننسى راح تحصل على سكنات من اكثر من نوع، وكذلك راح تحصل على ستار دروب بدل ما تحصل على نقاط تطوير او جولد او كريدت من هذا الكلام الفارغ، يعني راح تحصل على ستار دروب شوي يطلع لك حظ حلو، صدق ما راح يطلع لك شيء. لكن اكثر شيء سلبي حاليا في البراول باس انك لازم تدفع فلوس لاجل انك تشتري، قبل كان مدفوع بجواهر لاجل انك تحصل على البراول باس، لكن حاليا عدلوا النظام ولازم تدفع فلوس لان حرفيا صارت موارد غاليه. واذا ما كان عندك فلوس لاجل تشتري هذا البراول باس، فالشركة خططت لهذا الشيء وخذت لكم براول باس باسم الذهبي، راح تقدر تدفع فلوس اقل لاجل انك تحصله. والنتيجة كان ان البراول باس الجديد افضل من القديم بمراحل جدا عالية، لكن اذا كان على نفس نظام الصناديق القديم راح يكون افضل براول باس. المودات، المودات قبل كانت من اكثر الاشياء الممتعة في داخل اللعبة، يعني تخيل انك راح تلعب مود تتواجه ويا جوزيلا ومن هذا الكلام، وايضا مودات جدا رهيبة ومن هذا الكلام الاخر بسنة 2021، لكن 2022 حرفيا موداتهم جدا غريبة، يعني حرفيا كانت موداتهم جدا غريبة. تخيل انك لازم تدفع كنز لاجل انك توصل نهاية هاي النقطة، واهم شيء ايضا عندك انك لازم تاخذ يقطينة وترميها بهذا المكان، وان راحت ايام انك تاخذ كأس وتوديه من هذا الكلام. يا اخي المودات القديمة افضل من الجديدة الحالية، يعني تخيل انه في المودات الجديدة او الميزات الجديدة كانت عبارة انك لازم تصيد قناديل او تدخل مع ثلاث لاعبين، او فكرة الثلاثة شودون حرفيا رهيبة، يعني المفروض يضيفوها. يعني من احترامات الشركة سوبر سيل، تخيل انك تسوي مودات فقط تجمع قناديل، يعني وين الشيء الرهيب بهذا الشيء؟ واكثر شيء رهيب اكثر انه تخيل انك ترمي طلقة الطلقات تروح اللاعبين، يعني حرفيا مودات تدمر اللعبة بشكل مو طبيعي. لكن الشيء الجيد انه يوجد اكثر من مود راح يعوضنا عن هاي المودات الجديدة، واهم شيء ما ننسى مود الجوزيلا كان من افضل المودات الموجودة باللعبة، شوية جلتشات. يعني نقدر نختصر لكم اياها، المودات الجديدة نصها جيدة والقديمة كانت جدا رهيبة. الكتالوج، الكتالوج حاليا المفروض يكون من افضل الاشياء الموجودة في اللعبة، ويوجد اكثر من سبب راح يخلي الكتالوج افضل شيء داخل اللعبة. قبل كان اذا تريد تشتري سكن معين لازم تنتظر اكثر من يوم لاجل يظهر لك هذا السكن بالمتجر، يعني لازم تنتظر قبل لاجل يظهر لك هذا السكن، ومو فقط هذا الشيء، كذلك الستار باور والأجهزة كان لازم تنتظرها لاجل انه تتحدث بالمتجر لاجل انك تشتريها. وكذلك الايموجيات، اذا كنت تشتري ايموجي لازم تشتري ايموجي ب 39 جوهرة اذا كان استثنائي او حسب الندرة، يظهر لك بشكل عشوائي على اكثر من بطل معين، ومو فقط هذا الشيء، وكذلك عندك البخاخات بعد تم اضافتها لازم تشتريها من المتجر تظهر لك بشكل عشوائي. لكن بعد ما ضافوا الكتالوج ضافوا كل شيء انك تقدر تشتريه، يعني نقدر نختصر لكم اياها ان الكتالوج هو افضل شيء تم اضافته داخل اللعبة لاجل انك تقدر تشتري سكنات وكل شيء انت تحبه داخل اللعبه. الستار بوينت، قبل كانت فائده الستار بوينت انك تشتري فقط بعض العروضات الخاصه بالصناديق وتشتري سكنات منها سكنات الاوميجا، لكن بعد ما عدلوا على الستار بوينت صار الى اكثر من ميزه. الميزات الاكثر استخداما حاليا هن السكنات، الايموجيات، وعندك صوره البروفايل والبخاخات واشياء جدا كثيره. يعني نقدر نقول انه الستار بوينت كان شيء جدا سيء، لكن افضل شيء حاليا صار عندك البلينج. لكن اكثر شيء سلبي كان موجود بالبلينج انك لازم تتعب تعب جدا كثير
كثير لاجل انك تحصل على شويه بلينج او تتعب في البراول باس او تدفع فلوس لاجل تحصل البلينج الموجود بالبراول باس. تريد مصدر بلينج افضل تقدر تلعب في مودة مصنف وراح تحصل على ستار دروبوت او حظك. فنقدر نقول انه وصلنا نهايه هذا الفيديو، حاب اقول لكم ان البلينج افضل من ستار بوينت. المهم وبس، مع السلامه.